اوكي يا جماعه، طبعا انا دحين في مرحله نقل، عشان كذا كنت مره 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 ماني فاضيه اصور لكم فلوقات. جيت لبيت صاحبتي، يلا عيشوا معايا يوم كامل في مرمطه النقل. يوم كامل، يومين كامله في مرمطه النقل. طلع الصدمه انه اسبوع كامل في مرمطه النقل مو يومين. طبعا تفوت الساعه 7 تماما، لسه الدنيا ما اشرقت. يعني سامعين الاصوات اللي بقول لكم؟ احنا عايشين جنبنا في غابه، من جد في غابه، انا ما امزح. ترى هذا ولا شيء، سامعين الاصوات حلوه. جماعة شوفوا ايش لقينا، واحد، اثنين، شو؟ جماعة شوفوا، اوه ماي جاد، شايفين؟ في آثار قدم، أسد، ولا نمر، ولا دب. انا شاكو، ايش ما اعرف صراحة، بس انها اثار قدم. يعني طبعا يا جماعة امس مشينا من هنا وكانت الدنيا ظلام، كانت الساعة كذا 6، تخيلوا كان في اصوات اكثر واروع من كذا صراحة، بس برضو الأصوات حلوة حلوة. الواحد يمشي في هذا الطريق يسمع يسمع الأصوات ويستغفر، الدنيا حلاوة. طبعا السيارات من الآن بدأت تتحرك يعني تصير أكثر، لأنه بدأ الدوامات. خلاص هنا وصلنا لمحطة أجدادي لأنها مرة قديمة، ديك وبقر كل شيء. طبعا هذه المحطة اسمها محطة UKM، يعني تخيلوا إنه هذه مو في كوالالمبور، هذه برا كوالالمبور. اوكي جايز، وصلنا لوجهتنا. شو اسم الوجهة؟ هنا شوفوها مكتوبة في الورقة هذه. المهم منا راح نركب لمحطة ثانية، ومن هنا محطة ثانية، بعدين لباص ثاني، بعدين لجامعة. لا هاي جايز، نسيت اقول لكم اني وصلت الساعة 9:30. اوكي يعني تخيلوا من الساعة 7 لين الساعة 9:30 عشان نوصل الجامعة، بس اتس اوكي. المهم اني قاعدة اذاكر هاي جايز، سو بقول لكم حاجة، يعني بما اني الان فاضية، تخيلوا اصلا اليوم عندي حصة واحدة بس اللي هي توتوريال، وحق ساعة واحدة بس جاية الجامعة، علشان يعني مشوار من هناك لين هنا بس عشان هذه الساعة. اوكي بس انه تفكه يعني اجباري، ما بيدي حاجة، فحكمل الساعة 2:30، بس حستنى اختي لين الساعة 3:30. فتخيلوا انه لي من هنا من الساعة 9 لين الساعة 2:30 وفاضي، ما عندي شيء اللي حصة واحدة التورية، بس تفكه زي ما قلت لكم لين راجعت الحصص. وتخيلوا هنا ستوري، انا لابسة جينز، اوكي شايفين لابسة جينز، دخلت المكتبة
ليه 3 ساعات داخل المكتبة، 3 ساعات داخل المكتبة ما حد يكلم؟ لين كده واحدة لقطتني قالت لي معلش ممنوع اخرجي برا المكتبة، بس كانت مؤدبة. يعني هنا في قوانين متخلفة يعني. طيب عادي البنات يلبسوا يعني بناطيل قصيرة بس مو جينز ويدخلوهم، لكن لابسة جينز ممنوع، شيء عبيط عبيط عبيط. اسمع حوريكم حاجة عبيطة كمان، شايفين؟ لا حد يسألني ايش هذا ايش هذا. المهم عندنا في المكتبة ممنوع تدخلي كوب قهوة، يعني تدخليها لازم في حاطة، وأريد يعني ما عندي حاطة فقررت. وأنا كنت مرة فيها نوم فيها نوم، أنا صرت إنسانة مدمنة كافيين. أوكي جماعة خلاص يعني الوقت صار متأزم، فحرفيا يعني قلت موية ولا قهوة؟ طبعا قهوة، إيش جاب لي جاب. فتخيلوا كان معي ظرف رحت دخلته في الموية وهي باردة، بس سويت كده وخلاص يعني صار كافي، والله طعم لذيذ يعني كأنه قهوة باردة بس بدون ثلج، بس عادي يعني صح صحني وخلاني أقسم بالله أكمل ثلاثة حصص كده ورا بعض ما شاء الله، يعني تركيز فل فل. فهي مشكلة صراحة، أنا ما بعود نفسي على القهوة، بس خلاص دامنا في جامعيين طالبة جامعية ما عاد صرت تقدر خلاص. So guys كملت الساعة هذه الجاية عشانها. طلعوا من جد كل الطلاب يعني متأزمين بسبب الساعة هذه، يعني بسبب ساعة واحدة بس نجي لهنا. قررنا انه نخليها يوم الاثنين، ولو تشوفوا يوم الاثنين كيف زحمة، يعني خلاص هو الرجل زحمة زحمة زحمة، وبيخلوه زحمة زيادة مع المادة هذه. او ماي جاد انقذوني. انتبهت انكم ما شفتوا وجهي الا مرة واحدة، فاكوي امسي عليكم. خلاص انقلعوا. لا مو انقلعوا، اسمعوا ايش رايكم يعني ايش رايكم تساعد يعني I would try شيت من الجامعة. لا تشوفوا كيف غطي. المهم يا جماعة هذا الشمس طيب كذا ايش اسوي؟ اوكي كذا مو باين صح؟ اجين هاي يا جماعة، قلت انه ما شفتوني من الصباح فطلعت عليكم مرة ثانية. المهم اسمعوا عيد ميلادي قرب، بعد المهم انه شهر 4 و17، فايش رايكم نتساعد سوا نوصل الحساب 10,000؟ I think I can do it, you know. بس المشكلة إنه حاليا يعني تخيلوا، يعني أنا قد قلت لكم أنا كل فيديو قاعدة أشتكي لكم إنه 3 أسابيع اللي راحت كنت أحسبها إيزي بيزي، بس طلعت كأنها الأساسيات والبيسك، ودحين بدأوا يدخلوا على الجد وأنا ما أخذ البيسك عدل. أنقذوني. بس it's okay يعني أنا الحمد لله بدأت أفهمهم، بدأت أفهم أشياء مرة كثير. ودحين في سالفة عندنا اسمها سالفة المشاريع، يسوولنا جروبات ونشتغل في مشروع، مو شيء مرة حلو لأنه عملي سوى. أنا أي شيء قراءة وهذا أطفش، ما أحب مو جوي يعني خلاص أصدع وجهي نوم، لكن لو شيء عملي أنا أبدأ. عشان كذا تخصص يعني لايك باي ذا واي لسه ما أدري تخصص صح ما حقوله. خلاص انقلب. لا تنقلب، أمزح. أحس جيني طاقة حلوة لما أكلمكم. كيو أكايشكم هذه المرة الثانية، كل ما تفوت كيف كل مثل مرة ما عاد حق على الحياة خلاص اعتزل. شنو هذا؟ كيف أنت ما أصلي إيش طبيعي؟ لا لا صاري ضب. كيف تعرف إن المطر قوي؟ شايفين؟ Oh my God. وجت الساعة 5 وجاء وقت الرجوع للبيت، وأخيرا بعد اليوم الطويل هذا. Oh my God يا جماعة قاعدين نتبهدل بالمطر، شوفوا الدنيا غرقانة، وشنطة اللابتوب هنا بتتبلبل والسماعات كل الدنيا، بس الجو يجنن. Oh my God يا جماعة
عندنا الان الخبة شوية. شوفوا شوفوا حتى المطلة لم تستطع ان تصمد. طبعا يا جماعة ما يمدينا نتأخر عن القطارة، برجع البيت بدري، ابغى اوريكم الفعاليات هناك قبل لا الدنيا تظلم. عشان كذا قررت انه خلاص صفر الجاي حامشي حتى خلص المطر. هديب بالمظلة وانا بدون. بعدين نجري عشان نلعب. صراحة ما أدري ليه حاطين هنا مسبح، بس يمكن عشان الحيوانات تشربوا، صح ولا لا؟ ما أدري. شو يا جماعة، أنا خرجت من المحطة، وتخيلوا تخيلوا دائما مشواري من هنا لين البيت يكون بخمسة، الحين علشان في مطر صار بعشرة. وتهك إيش في؟ طبعا يا جماعة تخيلوا حرفيا لأن هنا ساعة مستنيين عند المحطة ولا أحد راضي يجي بسبب المطر. لما أطلب يطلع لي إنه ربع ساعة لين يجي، في النهاية ما يجي، يكونوا واقفين يعني حرفيا الطريق موقف. قررت اخر شيء اني شوفوا اغطي شنطتي بالسداري وامشي واتوكل، خلاص يعني اللي يصير يصير عادي، احب المطر، اهم شيء بس اللابتوب ما يصير له شيء. I'm okay guys. Another way. امشي بدون ما انتبه واطيح هنا. تخيلوا بس تقولوا ايش في هناك. صراحة شكله يحمس انه حق مغامرات يروحها، بس يعني انا طالبة جماعية جامعية. واو يا جماعة، صدق اول مرة اشوف الدنيا كذا، يعني بالاغلب اجي في الصباح بس ما اشوفها زي كذا. شوفوا هنا الغابة اللي كلمتكم عليها، شين جلة الأدب هذه يمشوا ويرموا فوقنا موية، ما في احترام من المشاة. اوكي قربنا فاينالي. هنا الغابة، ماما قلتي اتصل عليكي لما امر من الغابة لكنك ما رديتي، فشوفي في اليوتيوب. كان حيطيح. او ماي جاد. طبعا يا جماعة انتوا عارفين في لوح مكتوب عليها انه يعني ممنوع نتسلق او نمسك هذه، يعني حتى شايفين اللي فوق، ما ادري ليش، يعني المغامرين اللي بيدخلوا ويغامروا. او ماي جاد شوفوا هذه كهرباء، ايش في جوا؟ شوفوا في كأنه جوا في بيت، لا يكون زي سترينجر ثينكس. ايش هذا الحركات؟ الواحد سهل من هنا ينو بس تنكسر وجود. Guys, wait, وصلنا. رقت لي قدها على النار، شكلها يشهي، بس بزيد لها مويه طبعا. طبعا ايش دراكم انه انا اللي طبخت؟
جاد ما ادري ايش صار يا جماعه. ايش ده؟ الحمد لله انه بكره ما في دوام في الجامعه بس حدام. او ماي جاد. اوكي جايز اكمل اكلي ودحين باكل. سو خلاص والله قدني مره طايحه. حاكل واقوم اسوي مشروع الديجيتال ثينكينج وبعدين ما ادري اكمل تصوير ولا بروح انام. بنشوف بنشوف. هاي جايز جود مورنينج. اليوم جديد. اليوم واضح حاليا اني بادئ امرض. يا رب ما امرض يعني بس واضح. اسمع عليكم ان شاء الله ما امرض. المهم اليوم حوقع العقد حق البيت. احس مسؤولية فاهمين كيف؟ انه هذه اول مرة لوحدي. المرة اللي فاتت كان بابا معايا بس هذه المرة لوحدي. بس ان شاء الله ان شاء الله يعني كل الامور تكون تمام. حتى العصفور يقول ايوه. باي جايز. عندي حصة اونلاين اوكي بس حكت عليها وجت فصل اختي لان اليوم عندها برزنتيشن. شوف عندهم حركات تركات كل واحتفاليات. شوف القهوة عربي وبخور. المهم ما ادري لو اقدر اصور اصور لكم برزنتيشن والحركات. لو ما اقدر اصور خلاص انقلب. المهم شايفين هذا ابو بلوزة سوداء ذكروني بعدين احكي لكم مين. اوكي شوفوا حزر ايش هذا؟ لحم حصان. اوكي تعرفوا حجرب. I will try. Wait, I'm gonna try it. Okay, let's go, guys. حلو. Nice. It's nice. Wait. A lot of spices, but it's not like so. So, guys, we have like a board game, or I don't know. مرة شاطرة. ما عندي وقت ورحت حولت الفلوس حوالة دولية. الحوالة الدولية تاخذ 3 أيام من الفلوس. يعني أكلنا حلاوة الحمد لله. طبعا يا جماعة قررت أني ألغي الحوالة وأروح بنفسي لكالسيسي عشان أروح لعند الراجع وأسحبها بكاش. وتخيلوا أنتوا شايفين كيف الجو أمطار وأنا كنت حرفيا ساعتها تعبانة بس إيش أسوي مضطر. هاي جماعة زي ما انتوا شايفين الدنيا غرقانة مطر. بس انا مستعدة اني اروح البنك. سو يب مشيت وسط المطر كله عشان البنك كله عشان عيون الراجحي. هل فيها كاميرا؟ من كثر ما هذه المتحمسة ما شاء الله عليها يعني مبسوطة. المهم جايز الحمد لله خلاص نقلت البيت واول شيء حاكله في بيت الجديد اللي هي شاورما. شاورما يس. ولسه انا تعبانة بس اتس اوكي. وبكره جامعه بكره عندي دوام في الجامعه. تخيلوا من الساعه 8:30. او ماي جاد بس الله يعين الله يعين. يعني هاي جايز سو ذس از ماي فيرست تايم صراحه اني امرض هنا. فجيت العياده ابغى اشوف ايش حيسوي لي بالتامين. يلا نشوف. اوكي جايز اول شيء حيخلوني اسوي فحص كوفيد حسويه انا بنفسي. تخيلوا حق الانف هذا هاك بس اتس اوكي. اهم شيء مو هي اللي تسوي لي. اوكي جايز سويت فحص حق الانف
باين انه خط واحد يعني اكيد سلبي. يعني اخذنا 3 ابر في السعودية، ايش اللي كوفيد وما كوفيد؟ اوكي جايز، هحط لكم نتائج هنا حق الفحص حق الكوفيد. واول ما ادري انه ما عندي كوفيد خلاص دخلوني العياد عادي. اوكي يا جماعة خليني اهرج معاكم عشان اضيع وقت. اول شيء دخلتني الغرفة سوت لي حق الضغط، بعدين قالت لي طلعي برا استني. دحين قاعد استنى بالصراحة، يعني تعاملهم زي العسل حرفيا، يعني كذا دلع، احس اني مدلعة هنا. يا جايز جابت لي كثير ادوية وجابت لي برضو فحص كورونا، قالت لي اسويه مرة ثانية بكرة. سوي جماعة الحمد لله لين حتى الحفل، فحصور لكم كل الأحداث والأشياء اللي تصير. هذه شايفين هذه هي المسؤولة المديرة على كل شيء. أذكرها أول ما جيت مسكتني قامت تسألني أسئلة كثيرة. طبعا كان الحفل مرة طويل، فأنا حعرض لكم بس أهم الأحداث والأشياء يعني الحلوة اللي فيه. تخيلوا هذه ميس ماليشيا، ملكة جمال ماليشيا. Isn't she lovely guys? Gorgeous. ستوب، قاعدة أمنتج الفيديو أحس ما قدرت أمسك نفسي يا جماعة، يعني أبعلق. وشوفوا كيف تعرفوا إن صرت أمون عليكم لما أفتح الفيديو كذا فجأة وصرت أتكلم، حتى ما ضبط حواجبي. بس it's okay. المهم خلونا بعلق معاكم من جديد، كاني قاعدة يعني أشوف الحفل من البداية معاكم. أوكي let's go. Let's go. والآن ده دور الفرقة الغنائية. another set. الآن جاء دور عرض الأزياء اللي هو الشو الأساسي. طبعا يا جماعة في عرضين أزياء، هذا الفردي والثاني اللي هو يعني 2-2، بس أنا حسيت إنه 2-2 أحسن، بس صراحة ما قدرت أقاوم. شوفوا جمال صاحبتي، عسل عسل عسل. ودحين جت فقرة الغناء الفردي. يا جماعة أقسم بالله تعزيز الكوريين لبعض يجنن عسولين. معروفة أول ما سمع الأغنية قام يسمع إيشي. الله الكوريين فلة يا أخي. الحين حيجي الشوط الثاني من الموديل اللي هو يعني توتو. I'm gonna stand on the side here because from Iowa.
عشان تطلع وتسوي عرض يعني شو وبعدها يعني اني من باب تغيير الجو خلوا الاستاذات برضه يسووا عرض يعني يسلكوا لهم ها خذوا بالله جاكم صاحبها كمان اوكي الان هذه تسوي كي بوب دانس يلا خلونا نشوف الطيب الان حسوا دي جي راب راب تشيك 1 2 1 2 ريسيت مايك
Level 6. 1, 2, 3. 来点纯正的味依旧溜溜做头饰 偶尔也有坏习惯 我爱了生命做头饰 漫步在夕阳之下 吸收日月精气 茶餐清苦水水心火 他妈更爱冷兵器 用嘴怕带你到和解 我怕滚倒到今天 说了半天都不 美丽的梦也在你 美丽的出口找不到 你是真的很想逃 但你根本逃不掉 تخيلوا هذا من أقدم الدكاترة في الجامعة وواحد من رؤسائها يعني أو مالكينها ما أدري أنها Diana Devia on stage to do us the honors الآن حتصوت ونطلع مين الشطار يعني الفائزين من الأزياء طبعا أحسن بس هنا يو دونج جو هاب ميل goes to Bardia So guys, صاحبتي فازت. Congratulations, Dania. You are so beautiful. Before we are first place, APLC model male goes to Won Jung-hoon. يا جماعة أنا مصدومة على أي أساس هذا فاز؟ صدقوني فاز في الواسطة ما هي طول الوقت قاعدة تقول له أوبا أوبا بس والله يا جماعة وهذولا كل الفائزين أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بفقرة احتفالات جامعية نراكم في المنزل هاي يا جماعة إيش رأيكم بس بكنبتي النمرية حركات صح حركات المهم بوريكم إيش جابولي من أدوية شوفوا جابولي أول شيء هذه قالت فيتامين سي وهذا حق الهدك حق ألم الرأس أتوقع بنادول لا مو بنادول ما أدري إيش هذا ما أدري إيش هذا برضو والله حتى ناسي بس قالت 9 BM هذا حق الحساسية والزكام قالت لي أخذ حبة واحدة قبل لا أنام افتكرت وهذا ده حق الزكام برضو بس متى هذا برضو 9 حبيبي إيش هذا تبغاني أبلع حبوب كلها 9 الليل بس أهم شيء هذا طيب خليني أوريكم إجابت جابت هذا اللي هو فحص كورونا قالت لي ضروري بكرة لما يعني تحسي نفسك أحسن ترجع تسوي فحص كورونا يعني تبى تتأكد إنه أنا أهم شيء ما عندي كورونا أنا كنت أتوقع إنها حتقول لي خلاص يعني دام إنك تعبانة كانت عندي حصة بايثون أوكي دام إنك تعبانة ارجعي بيتك لكن لأ قالت لي روحي دامي دام إنه ما عندك كورونا شكرا يا أستاذة شكرا يا دكتورة المهم هذه هي طريقة التحليل شايفين هذا حق الأنف العود الطويل تشيلوه وتطعنوه في أنفكم يعني كذا طيب
بعدين تشيلوه تحطوه في هذا اللي هو هذا المحلول شايفينه، بعدين تسووا تشك 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 تلخبطوه مع المحلول، بعدين تشيلوا المحلول تفتحوه من هنا وتحطوه في هذا، هذا اللي هنا شايفينه، بعدين يطلع لكم هنا العلامة. حطيت لكم صورة أول أصلا، ليش هبدأ أرجع أعيد لكم؟ المهم أنا جيعانة وشكلي حأنزل أخرب أبوها في المطعم الهندي. So let's go let's go. المهم guys يلا let's go. أنت تعرف إن الأكل مصدر سعادتي، فيلا أروح أستعيد عافيتي. هاي يا جماعة من آخر يوم، I can't believe صراحة كان أسبوع حافل 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 بشكل مو طبيعي. أقول لكم يعني صراحة حصلت أحداث مرة مرة كثير. لحظة لحظة خلوني أتكلم معاكم وجه لوجه. هاي طيب أقول لكم يعني حصلت أحداث مرة كثير مرة كثير، والحمد لله يعني الآن أنا مرة أحسن مليون ألف مرة عن أول يعني ذاك اليوم. صراحة كان أزمة، يعني أول مرة أحس بذا المرض هنا، بس أتوقع إنه بسبب يوم ما مشيت في المطر وبعدين يعني مع الضغوطات والأشياء هذه كلها أحس جمعت علي كلها مرة واحدة، فهمت كيف؟ فدا أنا دحين مرة أحسن الحمد لله. وهنا يكون وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى المقطع يكون أعجبكم. صراحة يعني أنا مرة استمتعت وأنا قاعدة أسوي المونتاج ويعني الأشياء هذه، حسيت كأني عشت الأحداث من جديد. والله العظيم كان أسبوع حافل حافل بشكل مو طبيعي. المهم خلونا كالعادة يعني قبل لا ننهي المقطع نقرأ كم كومنت. طيب عندنا هذا أول تعليق. طبعا في ناس خلف الكاميرا قالوا لي انه لازم اقرا التعليق، يعني ما ينفع بس احط صوره. فليتس جو. انا احب البنت هذه، طيبه ولطيفه ومحترمه ودمها خفيف، ربي يحفظك بنتي. والله يوفقك في حياتك المهنيه والدراسيه. شكرا، ان شاء الله لي ولكم. عندنا هذا التعليق الثاني، الله يوفقك وان شاء الله تكون سنه خير عليك وتحقق كل احلامك. امين 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 يا رب. وبرضه مره ثانيه لي ولكم، يعني حرفين انتو صايرين حتى جزء من دعواتي، متخيلين؟ يعني انا لما ادعي اقول لي ولكم. اوكي وعندنا هذا التعليق، oh my god the makeup look was so cute, thank you so much Azwa, I love you. صحيح يا جماعة نسيت اقول لكم، يعني اوكي يعني مرة على اخر فلوك 3 اسابيع، بس والله العظيم يعني مفروض تكونوا خلاص يعني متقدرين، يعني والله العظيم يعني حاليا قاعدة امر بضغط ضغوطات، يعني حصلت زي ما انتم شفتوا احداث كثيرة ولا بعض، ان كان جامعية سكنية حياتية كل شيء. فان شاء الله باذن الله بحاول يعني خلاص احس اني بدأت اتأقلم على الجو وعلى يعني كيف انظم وقتي صح. فلا جاي حيكون حريقة، انتظرونا. قاعدة احاول على قد ما اقدر. اليوم شوفوا علشان اثبت لكم نيتي وصدقي في المحاولة، اليوم ايه؟ اليوم احد، واليوم تخيلوا منتجت وبنزل الفيديو في يوم واحد، يعني خلاص انتوا قلتوا لي مره يوم الاحد مره يوم كويس انه تنزل فيديوهات، وهو يوم الاحد في فيديو وشوفوا كم دقيقه، يعني معوضتكم صح. لا تلوموني ارجوكم استحملوني وهو معايا انجر المقطع عشان احس انه وقت فيه منه مايده. وبس والله لا تنسوا تسووا لايك وشير سبسكرايب، ولا تنسوا ما تتابعوني على انستغرام وتيك توك وفي النهاية اكس. باي باي، see you as soon as possible, I love you all, goodbye. واذا انتوا فاضيين لا تنسوا ما تدخلوا على قائمة الفلوج وتشيكوا كذا، يمكن في فلوج ما شفتوه او حتى شوفوا قائمة التحديات. المهم شيكوا على كل فيديوهات القديمة، وإذا أنتوا جدد برضو حتفوتكم متعة مرة كبيرة إذا ما دخلتوا شفتوا الفلوج.